ضيفنا دكتور هلال الترودي مدير مشروع التخنيون في الاتحاد الاكاديمي. سعد صباحك. صباح الخير دكتور. صباحكم. اهلا فيك. طبعا يعني دكتور هلال احنا عم نحكي عن مرحله حاسمه ومرات كثير بنشعر انه قضيه التوجيه المهني في المدارس هي غير كافيه. صح. شو الاسباب لانعدام خلينا نقول يعني ما بدنا نعمم عشان نكون كمان موضوعيين لانه في مدارس معينه بتجهز كفايه وفي مدارس للاسف يعني ممكن ما بتلحق انها تعطي التغطيه الكافيه. شو الاسباب لانعدام التوجيه المهني اللي مرات كثير بيدخل الطالب لهاي الحاله من التخبط؟ اول شيء بنبلش من هون انه بوزاره معرف المدارس عندها هدف بالاخر نهائي انه هدفها الرئيسي هو البقروت، امتحانات البقروت، تحصيل العلامات. تحصيل العلامات هذا هو همها الرئيسي بالاخر. شو بصير بعدين هي على مسؤوليه الطالب غالبا. صحيح. حتى من ناحيه مدرسه من ناحيه اداره لما تيجي المدرسه بتحكي عن بتعرف عن شو عملت وشو نتائجها وشو كيف تحسنت دائما بورجوا علامات البقروت وقديش طلاب عندهم جابوا علامات بقروت عالي وقديش عندهم طلاب معهم شهاده بقروت كامله. صحيح. ولا مره شفت مدرسه اللي عم تعمل احصائيات ثاني اللي هي الاهم كم طالب من هدول الطلاب عن جد وصلوا الجامعات واختاروا الاشياء اللي بدهم اياها ونجحوا بعدين. فهون المشكله عندنا بتوقع انه لانه شكله من وزاره المعارف هذا هو المقياس الرئيسي اللي بيقيس فيه المدارس اذا هي مدرسه ناجحه او لا. صحيح. بجوز بيستنوش لبعد 4-5 سنين او 10 سنين لمرات يقول تعال نشوف هالطلاب اللي حكيت عنها شو عم بيعملوا بعدين، هل راحوا على جامعات او لا، هل نجحوا بالجامعات او لا، واي مجالات اختاروا، هل نجحوا فيها بسوق العمل. طبعا هذا هو بالاخر هو هذا المفتاح الرئيسي انه شكله لازم يغيروا كل هاي النظره والمنظومه لشو هي شو يعني نجاح طالب. وهيدا بنحكي للمدارس انه من ناحيتنا احنا كاتحاد اكاديمي كجمعيه وكمان كاشخاص انا من ناحيتي تيجي تقول لك مدرسه تقول لي انا عندي 30% ولا 40% ولا 100% نجاح بالبقروت بيحكي لي شيء بيعني لي شيء. صحيح. انا بيعني لي شو بصير بعدين لانه بالاخر اصلا البقروت وحتى البسيخومتري هي تحضير للشيء الحقيقي ولسوق العمل وللنجاح الجامعي. فكل وقت اللي انا ما شفش عن جد نجاح طالب بالجامعه بالمستقبل كمان انه يلاقي شغل بموضوع من ناحيتها بعد مش نجاح، هذا نجاح اولي او خطوه اولى عن جد بالخطوات القادمه دي الاهم. صحيح. احنا بنتمنى انه يطلعوا من هاي الخانات الرقميه لانه كثير حكينا عن الموضوع قديش بياثر سلبا على الطالب. دكتور هلال بدنا نوصل معك للمحور الاساسي هو كل فكره شو الاسئله المهمه اللي لازم الطالب يسالها لحاله عشان يعرف نوعا ما يروح على المسار الصحيح، ولكن يمكن هذا السؤال بخذني لسؤال قبله نربطه فيه. من اليوم دوركم كاتحاد اكاديمي وتعاملكم المكثف مع هاي الشريحه من الشبان والشابات، ايش الثغرات الموجوده؟ ايش الافكار المغلوطه؟ كيف عم بوصلوكم في اي حاله ما بعد المرحله الثانويه؟ وهون بالتالي شو بتكون الاسئله اللي لازم تحطوها قدامن انهم يعطوا نفس الاجابه عليها؟ المشكله انه اغلب الطلاب بوصلونا بعد مرحله نسبيا متاخره، انه بعد ما عملوا كل البقروت والبسيخومتري بيجوا بيسالونا ها شو بدي اتعلم انا هسه؟ دائما احنا بنحكي انه لازم نبلش بجيل اصغر بكثير. هون تيجي المسؤوليه ساعتها على الاهل وعلى المدرسه، ما بتقدرش تتوقع من ابن صف رابع وخامس وسادس كمان اللي باول حياته التعليميه يبلش يسال الاسئله الا اذا حدا وجهه يسال الاسئله. صحيح. فاحنا كان كطلاب جامعيين احنا كيك بلشنا اصلا الاتحاد الاكاديمي بال 2008 انه دائما كان عندنا في امل انه عن جد بشي مرحله الشيء رح يتغير، المدارس رح تتغير، المنهاج رح يتغير، وزاره المعارف رح تفهم شو عن جد الثغرات وهي الشغلات اللي مفهومه للكل ومبينه للكل واضحه، وهي كانت واضحه لنا كطلاب مدارس كمان زمان بس شكله الشيء مش عم يتغير. صحيح. فهون فتنا بالصوره انه قلنا انه لانه مش عم يتغير ليش عاد نجرب احنا نغير طريقتنا من تجربتنا كطلاب جامعيين ومن الاشياء اللي كانت ناقصتنا وقتها وعن جد كان ما كانش الا في عندنا عنوان نتوجه له تعال نجرب احنا نكون عنوان للطلاب. وبلشنا هيك شيء انه محاضرات توجيهيه من معرفتنا ومن تجربتنا الشخصيه بشكل جدا تطوعي انه تعال نيجي على مدرسه يا مدرسه استقبلينا اذا سمحتي نحكي مع طلاب صف 12 على القليل هن اللي قادمين على الحياه الاكاديميه نحكي لهم شو لازم يعملوا شو المراحل الصح لازم يعملوها كيف بيسجلوا الجامعة كيف بيختاروا مواضيع التعليم. الشيء بده شغل كثير. احنا بنجرب نعمل قد ما نقدر نجرب احنا نكون عنوان لقد ما نقدر الطلاب. الاشياء لازم يسالوها هي الطلاب هي عدة شغلات، واحد عن جد شو انا بحب هاي اهم سؤال بالاخر، شو ميولي انا شو عن جد سؤال اذا بيعرفوا شو هن بحبوا هاي صعب هاي اقول لك انه يجاوبوا على الجواب هذا على السؤال هذا بشكل 100% قاطع هاي ولا مره متاثرين كتير. برغبات اللي حواليهم زي ما بالضبط في كثير تاثيرات هون، واحد رغبات، ثاني عن جد شو سوق العمل بيعمل يعني واحيانا افكار مسبقه كمان بالضبط يعني. افكار مسبقه في كثير اشياء بتاثر عليهم هون عن جد بيكونوا تخبطات جدا كبيره بتبلش من جيل الاعدادي بالاخص صف تاسع لما بلش
لما يفهم انه لازم يختاروا تخصص لصف عاشر هم بلش تخبطات تاعهم غالبا، سابع ثامن بيكون بعضهم مش قلقانين من هالموضوع، بعضهم بيكون ملتهين بالفيسبوك والسناب شات، صف تاسع بياكل اول كف انه بيفهم انه هن لازم يبلشوا يحضروا حالهم للثانويه، لازم يختاروا مجال تعليم وتخصص، هي اول خيار بيكون لهم عن جد بايدهم يعني، لانه بالسابع ثامن ما حدا بخيرهم عن جد غالبا ولا بالابتدائيه، هون بدك تختار هل انا لازم اختار علمي فيزياء كيمياء بيولوجيا ولا هاي تك ومحاسبين، ولا انا لازم اختار اشياء ادبيه او اشياء حسابيه وبعد وبعد. فهون بلش الأسئلة عن جد الطلاب بلشين بأنه واو أنا لازم أختار خيار هو مصيري نسبيا هو أول أساس حياتي تعليمية، فهون بلشوا يسألوا حواليهم شو بصير شو الأحسن شو لازم نعمل، إحنا نجرب قد ما نقدر إحنا نجاوب هالسؤال، بس كان صف تاسع بعده بيكون عن جد مش عارف حال وين. دائما احنا بنسال شو انت ناوي تصير بحياتك، شو انت حابب، شو بتحب اصلا، يعني بقدرش اقول لك روح، انا بقدر اذا بدك تمشي حسبي انا بقدر اقول لك فيزياء رياضياتي اهم تخصص بالعالم مثلا لانه انا هيك اخترته هل بحبه مثلا، بس مش عن جد جواب قاطع مش جواب صح لانه هذا شيء كان من لايمني انا، فكل واحد ممكن تساله راح يقول لك يعني يجاوبك شو حسب تجربته شو شاف شو كان احسن له، فاحنا نقول بالاول انت شو ناوي عن جد شو بتفكر ممكن تكون بالمستقبل، اعطيني كم امكانيه، ليش اقول لك امكانيه واحده وحيده لانه مش راح تصير، بس عن جد شو كيف وين شايف حالك بعد 20 سنه شو عم تشتغل، هل انت عم تتعامل مع بنادمين عم تشتغل اشياء اللي عم جد تحكي مع ناس، ولا انت عم تتعامل مع محاسب، ولا انت عم تتعامل مع ارقام، ولا انت بتحب الاشياء الفنيه، فكثير اسئله تسال حالك الاسئله. وانا بشكل شخصي اخترت مجال تعليمي لما اجيت لازم اختار، انا بحب الهايتك والحاسوب، بس ناحيه ثانيه سألت حالي هل أنا بعد 20 سنة شايف هاي نفس القاعدة قدام نفس الحاسوب 10 و14 ساعة باليوم؟ لا، طلع جوابي إنه لا مش هذا اللي بقدره، أنا بفضل أقعد قدام ناس وأحكي معهم وأخفف عنهم بالرغم من حبي للحاسوب. فاخترت تكون طبيب. هاي واحد، بعدين بعد ما فتت على مجال الطب فهمت إنه الطبيب عم بيقضي أكثر على الحاسوب المحشيب، فقلت عشان جبت خياري صح، يوم الطبيب بيقعد 90% من وقته قدام الحاسوب بيطلع شوي على المريض تاعه بيرجع للحاسوب. بدل كمان الطب التكنولوجي. بالضبط، الطب التكنولوجي، فإحنا بنجرب عن جد نجاوبهم حسب البيئه اللي هو جاي منها، حسب عن جد شو بنشوف قد ما نقدر شو بحب عن شيك، عم نعطيهم الامكانيه يجربوا كمان. احنا بلشنا كبس محاضرات توجيهيه واسئله واستشارات، اليوم احنا صرنا نفتح، صرنا من 2014 نفتح دورات كمان قد ما بنقدر عشان عن جد يجربوا الشغلات يعني الطلاب بطريقه عمليه، فبنجرب نعمل دورات مجال الطب مجال العلوم مجال الفيزياء ومجال الحاسوب، وبعد شوي عم نفوت اشياء غير خصوصي بالمخيمات الصيفيه غير خلال السنه بيكون دورات، فهيك الطالب شوي شوي بجرب الاشياء بشوف هل هو بحبها ولا لا، هل بينجذب إلى او لا، وطبعا كيف قلتوا البيئه يعني كل واحد جاي من بيئه شكل، اذا انا جاي ابن كفر سميع يمكن تلاقي عندنا 4-5 مهن مثلا، بتلاقي يمكن طبيب محامي بعد كم شغله بمنطقه ثانيه بلد ثاني مهن ثانيه، فالطلاب بنكشفوش كمان نفس المحلات يعني، تلاقي الطلاب نفس الاجيال من وسط العرب بس بنكشفوش بالضبط نفس الاشياء، فعشان هيك تقدر تلومهم كمان صحيح. ومهم جدا كمان مرات نخلط الطلاب بعض، فعشان هيك بنجرب بالمخيمات تاعتنا نعمل خلطه بين طلاب من الناصر ومن حيفا ومن القرى وغيره، عشان كل طالب كان عنده تجربته، كل طالب شاف شغلات، احنا صح بنقدر كمان نعمل انه نعطي المشوره، بس ناحيه ثانيه مرات حتى انك تخلط الطلاب بين بعض نفس الجيل، كل واحد بيكون ماخذ اشياء معينه افكار معينه افكار معينه. طبعا كثير مهم التبادل، نقول بالضبط. يعني التبادل وجهات النظر، تبادل وجهات النظر، قصص النجاح كمان ممكن. ممكن قصص نجاح انا بحبهاش كثير مرات بتكون وكانه يعني نموذج للتقليد، مرات بتعطي الهام، احنا بنحب نحكي عن قصصنا، بس ولا مره انا بشكل شخصي واحد بقدرش اقول عن حالي بنادم ناجح، انا الحمد لله بتقدم، بس انا هي انك اذا انت بنادم ناجح او لا باخر حياتك بتطلع على موضوع نسبي، بس انا من ناحيتي بقول لهم تسالوني عن حالي انا عملت 1-2-3 هاي تجربتي هاي طريقتي كانت، بقولكوش انها كانت كلها ناجحه، اكيد فشلت كثير وغلطت بخياراتي وبعدين رجعت غيرت، بس انا طبيت هون بعد ما عملت 1-2-3 من القرارات والخيارات انا هيك وصلت، اذا انت بتشوف ان هاي الطريقه من ايمينتك ممتاز جربها، اذا لا انا بقدر احكيك كمان عن قصص نجاحات ثانيه وعن طرق ثانيه، او اخليك تقعد مع ناس ثانيه كمان اللي تحكي لك كيف الطريقه، على الاقل نموذج حياه واقعي، كل واحد ممكن يشوف انه طريقتي من ايمينته او طريقه غيري من ايمينته، فكذا تمام. دكتور هلال، بس هيك عشان وقت عم بداهمنا، في ظل كل عصر العولمه والتغيرات التكنولوجيه، طبعا اليوم الانسان او الطالب بطل يعني يكتفي بمهاره واحده، المهارات المطلوبه اليوم اللي ممكن تكون فعلا مؤثره على قرار المستقبل صح، اي مهارات احنا بحاجه لها اليوم؟
يعني بطل يكفينا نتعلم موضوع واحد او نكون ملمين في اتجاه واحد. زي ما قلت الطبيب صار اليوم كمان بحاجه لمهارات تكنولوجيه. هاي تقدر تكون هي كمان شيء من جهه شيء منيح جدا, من ناحيه هي المصيبه اليوم انه عن جد بسبب هي انه في كثير مولتي تاسكينج, نحن عم نعمل اكثر من لازم شغلات واكثر من لازم مهارات, هاي كثير عم تخرب الطالب كمان انه شو انا لازم اختار. لحد قبل كم تعال نقول 20 سنه كل واحد كان عارف شو عنده مهاره شو بيعرف, كان اهون بكثير الخيار خلص انا بكمل بالطريق وخلص. اليوم هذا الشيء عم بدي واحد نقاط عم بيفتح اكثر ابواب لكل طالب وعن جد بيقدر يضبط وبيقدر ينجح بعده محلات, هذا شيء منيح. من ناحيه ثانيه كمان بيفتح له مجال انه كمان خلال حياته المهنيه انه ممكن يغير كمان, اذا صار انه هو اختار شيء معين ويا نجح فيه او ما نجح شيء عن جد يمكن زهق منه او لا, فهذا بيقدر انه كمان بيفتح له بعد مجالات يكمل بحياته او يغير بحياته. اليوم طبعا كلنا بنعرف انه الهايتك هو المجال الدارج وهو المجال اللي عن جد ماكل السوق, سوق العمل طبعا بكل شيء. يعني حتى كيف قلت بالطب اليوم كثير عم بيقلب على الهايتك وعلى محاوسه ومبرمج, اليوم تروح على حتى كمحاسب اليوم اغلب الحسابات عم تروح على اشياء اللي كمبيوترز, بتروح كمان حتى التعليم المدارس اليوم شوي كله عم بيقلب على اتوقع في مهن اللي راح يمكن تنقرض. هاي معروفه, هاي فكره واحد من السؤال مهم جدا يسأل حان, هل المهنه راح تكون بعد 10 او 20 سنه؟ فاحنا بنجاوبهم كمان في مهن اللي عن جد راح تختفي من العالم. فاحنا بننبههم مثلا ناحيتي مثال محاسب مثلا, ما انا بحب المهنه واخوالي كلهم محاسبين بس بننبههم يعني انتم معكم الحقوا حالكم شو شيء ثاني. والشيء صار شوي في عندك صحيح. اليوم الحاسوب عم بغيرهم عم ببدلهم عم بيستبدل الانسان فاليوم صحيح الطلاب مشكله فيهم انه هاي الاكثر الكثره هاي والوفره, في طلاب عم بيستضافوا بطريقة صح لان جد عم بوصلوا محلات, في طلاب دفكه الشيء عم بلهيهم عم بخربهم عم شوي عم بغلبهم بشوشهم يمكن او بتشتت كثير عم بشوش تفكيرهم بشوش طرق خيارات اختيارهم. فهون كل طالب لازم يعرف حاله لازم يعرف كيف يستخدم هالاشياء اللي بايده بطريقه صح طبعا. كل هالمهارات بالطريقه الصح. انا دائما بقول لهم فكروا كيف اليوم حتى كمان انا بقول للطلاب انا عندي مثلا كثير انا كان مبادر وعندي ستارت ابس كمان اللي بجرب اشتغل عليها, هسه في ستارت اب كثير عم نشتغل عليها متقدم بطريقه حلوه جدا. دائما بقول انكم فكروا خارج الصندوق, اختار مهنه تشتغل عليها بس كمان خلال حياتك بلش فكر لقدام اعمل مبادرات ثانيه. هذا هاي الاشياء اللي انت بتكسبها خلال حياتك كطالب وكمان كطالب جامعي. مبارك جهودكم بالاتحاد الاكاديمي عن جد عم تعملوا فرق كبير, واحنا دائما بنرجع نقول يا ريت احنا على وقتنا كان في مثل هاي الجمعيات فعلا اللي ترشد وتوجه. دكتور هلال شكرا لحضورك معنا, رح نستضيفك بقبعة المبادر وكمان رح نيجي نصور بالمخيمات لحتى نسمع مداخلات من الأطفال والمشاركين. شكرا لحضورك معنا, يسعد صباحك. شكرا لحضورك.